هاي جايز، حبيت ندير لكم هذه الفيديو الصغيره باش ننصحكم فيها، نعطيكم بعض النصائح تاخذوهم بعين الاعتبار ان شاء الله يا ربي في التريمستر الدوزيام لاصحاب البكالوريا اللي كل واحد ما خدمش مليح في التريمستر الاول ويأس وتحبط وعلاماته كانت طايحه وما خدمش بالشي اللي كان حابه صح وكانت الامور عليه مخربطه. نتمنى له التوفيق في هذا التريمستر ونقول له فقط عليك اول حاجه الثقة بالله اللي راح يكون معك وراح يساندك، الثقة بنفسك باللي انت قادر وتوصل ولو بعد حين، الثقة بقدراتك وبشغفك باللي انت عندك في الراس، الثقة انه انت الباك ساهل وحاجة عدوا عليها كامل الاجيال وانت راح تعدي عليها او راح تديه والعام الجاي راح تكون في لافاك ان شاء الله. لازم تحفز روحك لروحك، لازم تكون سند لنفسك وما تنتظرش من الناس يعاونوك بل كن انت معونة نفسك وحفز نفسك وكورا يجيها وانت قادر وانت قادرة وكامل قادرين وراح تجيبوا الباك ان شاء الله هذا العام وراح يكون الباك سهل وفي متناول الجميع. نظم وقتك، دير بروغرام لنفسك، كذلك عليك بالاكل الصحي، ترتيب الامور تاعك، الوقت لازم يتنظم، تقرا كل ماده وتمد لها حقها، الحوايج اللي فاتوك تداركهم وبدا راجع بالشوي، عندك اليوتيوب، الكتب الخارجيه، المواضيع تاع العوامل اللي عدوا تاع البكالوريات، منهجيه الاجابه ركز عليها وقرا شوي شوي وثق بميولاتك وقدراتك وانت قدر ربي معاك، عسى ان تكرهوا شيئا وفيه خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وفيه شر لكم. تريمستر الاول فات واللي فات مات، نبداو حنايا بهذا التريمستر نخدموا على روحنا فيه ونبازيو على الامور الاساسيه فيه. الشيء اللي فات فات ومات، دوك نبداو نبنيو حالنا في المستقبل ونداركو الحوايج اللي فاتونا وان شاء الله خير ولو بعد حين. ثقوا فقط بانفسكم وكوراجيو روحكم وربي راح يكون معاكم والدنيا كبيره والباك ساهل وباذن الله وللجميع راح تقدروا تمكنوا منه كامل ان شاء الله وربي راح يكون معاكم. و كما قلت لكم نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يا ربي نشوفكم ديما 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 نشوفكم في اعلى المراتب وفي اعلى المناصب وتجيوا عندي في نهايه لافان يعني لافان داني تجيوا عندي وتقولوا لي استاذه ادينا الباك وديناه بمعدل كبير وحققنا اهدافنا وراح نكون بزاف فرحانه بيك.